في مدينة نعاني منها طبعا أكثر شيء إحنا التجار بصفة عامة، في المشي وفي الجاي وأنت في ظروف الحياة اللي تشبح فيها أنت يعني، وإن شاء الله ربي يفرج إن شاء الله، ما عاد ما عندنا شو بنقوله. وكنت بح فيه الوضع قدامك، أنا واحد من الصبح واقف لكن وشوفت عينك قالوا العصر بيفتح وراجينا العصر وجاي المغرب، لا صلينا لا تغدينا، ما عادش فهمنا شو نديروا يا حاج، والله لا فدينا. أنا واحد من الناس اللي مفكر ندير كاميرا داري ونشق البحر من لازمة اللي مدايرينه لنا، والله لا بك الفديت بالنسبة لي أنا، ما عادش عندي ما نقول من الأخير. والله لي تو فوق من 8 ساعات وتشبع فيه الوضع، قالوا لنا العصر أو بتجي اللجنة ومش عارف شيني أزمة وقود وهذا كله فيه كان دوة عينا منه، ما دام جماعة سراق بقراويط فدت يا أخي، والله فدت كبود ندرها وجهوا منها الظاهرة بكل تعبتني خلال شهرين ولا ثلاث شهور، نعانوا منها بشكل غير طبيعي في وسط مدينة بن وليدة. معقول بالشهرين بالثلاث شهور نباتوا في الشيول؟ قعدنا من الساعة 3 للساعة 4 الفجر، نباتوا 7 ساعات 8 ساعات شادين الطابور، الطابور البنزين يعني، خاطر جغمة بنزين تعبي ب4 جنيه ولا ب5 جنيه، قصدي مش لهالدرجة. احنا ناس راقي القمر واحنا قعدنا شادين طوابير البنزينة، والبنزينة دي بشكل عام مسؤولة على كل شيء، على الماكينات على الكوش على المستشفيات على المولدات الضي، وجينا شهر رمضان المبارك ان شاء الله، قصدي نبوا نحلوا الظاهرة السلبية دي، تعبتني لين بكل نشوف الوضع احنا نجتمع ونشوف ونكلم جماعة المهربين هذيم اللي تعبونا في اليوم، اللي بلاد تخش 7 بطيات 8 بطيات بال10 بال15 بطيات، والشيول محطات البنزين ما عاد فيهم بكل، ما عاد عارفني وين بنمشي احنا، البنزين والله حتى يشربوا فيها شبعوا، ما عاد عارفني وين بنمشي، ان شاء الله ربي يهدي البلاد. والسلام على رسول الله. طبعا بخصوص البنزينه والوقود ونقصها في مدينه بن وليد، يعني يعتبر من السلبيات ويعتبر من المعاناه اللي حد الان قاعدين نواجهه فيها، يعني المعاناه هذه ما زالت مستمره مش في مدينه بن وليد فقط بل في باقي كل المدن الليبيه. احنا المشكله الكبيره او المشكله العظمى ان نشوفه في الصهاريج الوقود تجي لمدينه بن وليد، لكن المحطات لازالت وما زالت يعني الازدحام ومسكره، هنا المشكله وهنا الكارثه. الازدحام مشكلته لما تجي تسال الناس وتسال المواطنين، طبعا في اللي يقول لك من اصحاب المحطات يعني مساهمين حتى هم يفتحوا في فتره معينه ويسكروا في فتره اخرى، وايضا الفتح يقول لك من الساعه 6 الصبح لغايه مانيش عارف امتى، ليش ما يقعدش استمرار فتح المحطات الوقود لساعات مستمره سواء من الصبح او لليل؟ نتمنى الخير طبعا لمدينه بن وليد مناسبه هذا الشهر الكريم وليبيا عامه، ونقول لهم كل عام هم بألف خير يا رب العالمين، يعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه، وان شاء الله يا رب يكون عام خير وعام امان يا رب العالمين لليبيا، وشكرا لكم وتحياتي لكم.